فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلاد، يقول نريد تفريغ داعية. هذا سؤال من خارج هذه البلاد، يقول نريد تفريغ داعية في بلادنا، وهو حافظ للقرآن الكريم ودارس للعلوم الشرعية، لكنه يعمل في القرية في مدرسة بها بعض المدرسات، مع العلم بأن المدرسات يعملن في كل مدارس مرحلة الأساس في هذه البلاد لنقص عدد المدرسين الذكور. المرأة لا تدرس الذكور الكبار، لا تدرس، إنما تدرس النساء ولا تدرس الذكور. إذا كان في قلة من المدرسين الذكور اجمعوا الطلاب، اجمعوهم في صالة أو في مكان واسع ويكفي مدرس واحد له. نعم.